اهلا بكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطيه، وبنتابع مع حضراتكم اخر الاخبار المتعلقه بالعمليه التعليميه. اكدت وزاره التعليم ان امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانويه العامه بتشمل التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والاقتصاد والاحصاء هتعقد في لجان مراقبه ومؤمنه وضمن جداول الامتحانات المعتمده بنظام البابل شيت وبدون ورقه مفاهيم، على أن تنطلق امتحانات الغير مضافة للمجموع يوم 20 يونيو اللي جاي. معانا على الهاتف زميلنا محمود طه حسين نائب رئيس قسم الأخبار، هيوضح لنا تفاصيل كتير ليها علاقة بقرار وزارة التربية والتعليم. أهلا بيك. أهلا بيك زميلي الشاب. يعني في البداية عايزينك توضح لنا أكتر عن قرار وزارة التربية والتعليم. هو طبعا يعني المواد غير المضافة للمجموع طبعا امتحاناتها هتبدأ قبل المواد الدراسية الأساسية. المواد غير المضافة للمجموع هتبدأ يوم 20، المواد المضافة للمجموع هتبدأ يوم 26/6/2022. طبعا كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت جدول الثانوية العامة خلال الأيام اللي فاتت يعني، وكمان كان أولياء الأمور بيتساءلوا عن طبيعة امتحان المواد غير المضافة للمجموع، فالوزارة النهاردة أعلنت عن شكل أداء الطلاب لامتحان المواد غير المضافة للمجموع، فقالت إنه هتعقد في المدارس، لأنه طبعا السنة اللي فاتت الثانوية العامة السنة اللي فاتت امتحان المواد غير المضافة للمجموع تمت من خلال يعني تسليم الطالب ورقة الأسئلة داخل اللجنة وكان بيجاوب عليها في المنزل وبيسلمها تاني يوم اللي فيه امتحان مادة أساسية داخل اللجنة، لكن السنة دي هتعقد قبل الامتحانات الأساسية وهتتم وفق نظام البابل شيت، مش هتبقى كراسة إجابة وكراسة أسئلة، لأ هتبقى كراسة أسئلة فقط والإجابة في البابل شيت. طبعا المواد غير المضافة للمجموع زي ما كل طلاب الثانوية العامة عارفين ان هي مواد نجاح ورسوب فقط، لا تضاف درجتها لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي. المفروض انه الامتحان المواد غير المضافة للمجموع هيتم يعقد يوم 20/21/6، بعدين يحصل الطلاب على اجازة وتنطلق الامتحانات المواد المضافة للمجموع يوم صحيح. 26/6. واحنا برضو بنتكلم عن المواد غير المضافة للمجموع، يعني موجود في القرار انه مش هيكون في ورقة مفاهيم والطلبة داخلين الامتحان، عشان بس نوضح النقطة دي للناس، الفرق بين ورقة المفاهيم والأوبن بوك. لا هو طبعا المواد غير المضافة للمجموع مش هيبقى في ورقة مفاهيم، الفرق بين ورقة المفاهيم والأوبن بوك هو يعني مصطلح الأوبن بوك يعني معنى إنه الطالب هيؤدي الامتحان المفروض من كتاب المدرسة. الطبيعي إن وزارة التربية والتعليم بقى لها 3 سنين مش بتطبع كتب ورقية لطلاب الثانوي العام من أولى لتالتة ثانوي، وبالتالي طبعا كان البديل السنة اللي فاتت اللي هو التابلت، كان الطالب يدخل لجنة الامتحان بالتابلت، طبعا كان بيستعين من خلال التابلت الدخول على المنصات الرقمية للاستعانة بالكتاب البي دي اف وبعض المصادر المتاحة. السنة دي الوزارة منعت دخول التابلت وأيضا الكتاب الورقي، وقررت إن هي تعمل حاجة اسمها ورقة مفاهيم. دي طبعا ورقة المفاهيم بتتضمن الدلائل والقواعد وكل ما يحتاجه الطالب للاسترشاد بهذه القواعد والدلائل العلمية في الإجابة على الأسئلة. الأوبن بوك موجود، امتحان الثانوية العامة هتعقد من نظام الأوبن بوك، وهتبقى الأوبن بوك اللي هو ورقة المفاهيم. طيب إيه المحتوى الخاص بورقة المفاهيم؟ المحتوى الخاص بورقة المفاهيم دي القواعد والقواعد العلمية ويعني ما كان يحتاجه الطالب للحفظ للدخول الامتحان للإجابة عن أسئلة الثانوية العامة. أسئلة الثانوية العامة المفروض إن هو بالأسئلة بتخاطب الفهم، وبالتالي بيتطلب إنه يكون الطالب حافظ القاعدة أو حافظ يعني القانون العلمي عشان يقدر يفهم السؤال ويجاوب عليه
وبالتالي ورقة المفاهيم هتتضمن يعني القوانين والقواعد العلمية اللي بيحتاجها الطالب في الإجابة عن أسئلة الامتحان. وزارة التعليم قالت إنه الفترة اللي جاية هتشرح يعني مفهوم أو ورقة المفاهيم بشكل أوضح لطلاب الثانوية العامة قبل عقد الامتحانات الأساسية. طبعا هي يعني يمكن ورقة المفاهيم دي هتسهل على الطالب كتير، لأن الطالب الأول كان بيدخل اللجنة بالكتاب أو التابلت، فما كانش يعرف يوصل للقانون أو يعني القاعدة العلمية بشكل سريع. دي هتوفر على الطالب، لأنه اللي بيحط ورقة المفاهيم دي بيحطها الناس أو الأعضاء اللجنة الفنية اللي هي أساسا مسؤولة عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واختيارها من بنوك الأسئلة. ولكن عشان نأكد، هي هتساعد بس الطالب اللي فاهم يطبق ده ازاي؟ بالظبط، مش يعني ورقة المفاهيم الناس ما تفهمش إن هي وسيلة للغش أو وسيلة لمساعدة الغش، لأ ده هي بتوصل الطالب لي كنموذج أو ك يعني ورقة استرشادية للوصول إلى فهم السؤال للإجابة عليه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمود طه حسين على وجودك معنا وعلى كل المعلومات، شكرا جزيلا ليك. شكرا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع على متابعتكم لنا في هذه التغطية. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل طلابنا اللي عندهم امتحانات مش بس الثانوية العامة لكن كل الطلاب. شكرا جزيلا ليكم وإلى اللقاء.